مهرجان سماع الدولي للإنشاد، مهرجان كده تتمنى إنك تفضل قاعد جواه أو عايش أجواءه السنة كلها. تعرف مهرجان للإنشاد والموسيقى الروحية دي الدورة 15 بالمناسبة كانت على مسرح السور الشمالي، فتختتم فعالياته المهرجان تحت شعار رسالة سلام إلى العالم بمشاركة الأردن والسودان والجزائر وجيبوتي ورومانيا ولبنان وكندا وجنوب السودان والمغرب وفلسطين العربية وإندونيسيا وسوريا، بالإضافة طبعا لينا مصر وفرق كمان من السفارات الأجنبية اللي موجودة عندنا هنا في بلدنا. خلونا نشوف التقرير ده عن سماع ونرجع نكمل الكلام بعد الفاصل في حديث المتخصصين عن الاقتصاد المصري وصادرات مصر. استنونا. من 15 سنة وأنا الحقيقة يعني عاوز أقولك هذا التناغم وهذا التلاحم بيؤكد فعلا ان مصر بتحتضن كافة ثقافات الشعوب وجوهر الأديان اللي هو المحبة والتسامح والسلام. هنستمع مهرجان مش هقدم كل فرقة على حدة، احنا قدمناها قبل كده، ولكن عملنا 3 ورش فنية كل بيشارك فيها بحب، الكل بيشارك فيها في التأكيد على رسالة السلام وانطلاقها من القاهرة التاريخية إلى العالم أجمع. المهرجان في دورته 15 ودي الدورة الثالثة ليا، ثالث سنة أشارك معهم. طبعا زي ما حضرتك شفت الفرق الكبيرة طبعا من مستوى العالم، أكثر من 20 دولة مشاركة في المهرجان السنة دي أو 25 أعتقد، كلها في تناغم واحد وفي تآلف واحد برؤية فنية رائعة طبعا للمبدع الدكتور انتصار عبد الفتاح. شهدنا إمدادات الأنوار كما يشهد الناس الشمس وهي تسطع بأشعتها لتحيي عالم النبات والحيوان وعالم الأجساد، كذلك شهدنا إمدادات أنوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وذريته الطيبة في هذا المهرجان، فعمت الفرحة والسعادة والبهجة والسرور جميع الحاضرين. طبعا هذه المشاركة الثانية لنا في مهرجان سماع في مصر، دولة مصر العربية، كانت مشاركتنا الأولى سنة 2018 وهذه المشاركة الثانية. أما فيما يخص المشاركة والكلام عن هذا المهرجان فشهادتي مجروحة في هذا مهرجان سماع، من المهرجانات المشهورة جدا وعليها إقبال كبير، والفكرة فيها إن هي بتقرب ما بين الشعوب وبعضها، يعني هتلاقوا إن في أكتر من فرقة بتبقى موجودة جوه المهرجان، وده بيخلق نوع من أنواع التقارب في الثقافات ما بين الشعوب وبعضها. أنا أول مرة أحضر المهرجان دوت، والأجواء طبعا زي ما أنت شايفة عدد كبير من الناس وكل الناس، انا شايف الاجواء جميله قوي، الجو جميل كمان رائع.